السلام عليكم احبابي، كيدايرين؟ لاباس عليكم؟ اش اخباركم؟ كنتمنىكم تكونوا بخير وعلى خير، وانتم كتشاهدوا هذا الفيديو اللي عباره عن لابيش غنيه على التعريف. كلشي كيعرفها وكلشي كيتناولها في هذه المناسبه. غادي نقدمها لكم بواحد الطريقه اللي هي جد مبسطه، يقدر اي واحد يصاوبها في البيت ديالو. وشكرا لكم على التعاليق، وشكرا لكم على التتبع اللي كتبعوني في فيديوهاتي. شكرا للناس القدام، ومرحبا بالناس الجداد، وفرجة ممتعة. المرحله الاولى هي تحضير السيروم. عندنا كاس ديال السكر سنيده، وكاس ونص ديال الماء، وثلاثه ديال لي طونش ديال الحامض. نشدو الماء، ندير كلشي بارد، كنديرو فوق النار، نبقاو نخلطو في حتى كيذوب السكر كامل، وكنزيدو على هاد الطونش ديال الحامض، كنخليوه حتى كيغلى وكنطفيو عليه. السيروم بعد ما وصل للمرحله ديال الغليان غادي نخليه واحد جوج حتى ثلاثه دقائق هكا تيغلى صافي، وكنطفيو عليه. السيروم خفيف ماشي ثقيل. المرحله الثانيه اللي غنمونطيو به ان شاء الله لاجينواز ديالنا، عندها 300 غرام ديال كريمه سائله حلوه طبعا، و300 غرام ديال الشوكولاته مر، و30 غرام ديال الزبده، والقشور ديال الليمون معسل للتزيين. ندوزو لمراحل التحضير. كنديرو الكريمه ديالنا هكا فوق النار توصل لمرحله الغليان. هاد الاثناء كنا قطعنا الشوكولا ديالنا هكا باش تجينا ساهله في الذوبان. كنقصو شويه من العافيه، كنصبو الشوكولا. كنطفيو العافيه مره، كنبقاو نخلطو. كما قلت لكم غنخوي في واحد البول. في هاد الاثناء كنزيدو ديك الزبده، ديك 30 غرام حتى هي، كنبقاو نحركو مزيان حتى كدوب وسط هاد الشوكولا مع الكريمه. كنجيبو الفوي، كنبقاو نخلطو مزيان حتى كتنسجم ديك العناصر الثلاثه كامله، الزبده كتدخل مع الحل مع الكريمه مع الشوكولا صافي. بحال هكا جانسات، غادي نغطيوها ونخليوها تبرد. المرحلة الثالثة عبارة عن عجينة جينواز. عندنا 4 ديال البيضات، 100 غرام ديال السكر سنيده، 100 غرام ديال الدقيق الابيض الفورس، وساشي ديال الفانيلا، واحد القريصه ديال الملح، وراس المعلقه ديال الخميره ديال الحلوى بيكين باودر. ندوزو لطريقه التحضير. البيض طبعا يكون درجه حراره الغرفه. كنحضروا
نديروا داك الشويه ديال الملح كما عودتكم دائما الحلوه ديما الملح تيعدل الطوب. ملي البيض ديالنا طلع ولا اللون ديالو بيض تبرى الطريقه هذه صافي. هذه هي المرحله اللي بغيت نوصل ليها وصلت ليها دابا. شدينا الخميره غنغربلوها مع الطحين باش ينسجموا مزيان وندخلوا فيهم شويه ديال الهواء طبعا. غنبقاو نزيدو بشويه بشويه نحاولوا نطبقوا على ثلاثه ديال المراحل. ما كنصبوش صبو وحده كنديروا بحال هكا دائما تندخلوا الهواء. داك الهواء اللي درنا في البيض ما نحاولوا ما نضيعوش كنديرو هكا ونعاودو نديرو في النص. هذه طريقة اللي تعلمنا من المحترفين باش ما كيبقاش داك الدقيق ما كيهبطش لتحت وكيتكلكع. لطال لبسنا لها البابي سلفيريزي باش كتجي القوام ديالها كريمي بزاف. هادي هي الجينوز باش كتجي ناجحه. بعد ما صبينا غادي نايطاليوها مزيان باش توزع في القناه كاملين على الطريق هادي. على فكره هادي هي لاباز ديال لا جينواز نديرو بها لابيش كيما غنديرو اليوم ونديرو بها الحلاوه ديال لاكريم او نديرو كقاعده ديال كريم غلاسي يعني كتمشي في جميع انواع الحلويات ديال لاكريم. هاد الاثناء اللي حنا تنخدمو فيها راه الفران سخون كنديرو على درجه حراره عاليه ماشي بحال نفس لي كيك كتبغي العافيه مجهده دغيا تطيب 10 دقائق ديالها تطيب صافي. دابا كلشي ولا مقاد غندي الفران ديالنا ونتلاقى بكم بعد ما طيب. كتبقى بهاد الذهبه بحال هكا كنشد واحد البابي سولفيغوزي واحد اخر كنديرو في الفريزر بحال هكا كنصبرو. هاد الأثناء كنلوها وهي كنسالا سخونة صافي. كنخليوها تبرد حتى كتبرد كاغيمو وعادا كنسقيوها ونديرو المونتاج إن شاء الله تكونو معايا. بعد ما بردات لينا الجينواز ديالنا غنطلعوها بحال هكا ونسقيوها بهذا السير باش تجي نفتيه. ما نخليوش شي بلاصه ناشفه كلشي هذا نسقيوه. صافي نكتفيو بهذا القدر. لاموس الشوكولا ديالنا ها هي غادي نوزعوها عليها كامله من الداخل. داك القشور ديال الليمون هادو كيبقاو اختياريين. اللي بغا يدير المكسرات ماشي مشكل او لي سيغيز كنعاودوها السيرت من الاول.
شي زعما كتهرس انا لان خدات الفورما وهي كانت سخونه. نقيو البطون دو طغافا ونرجع معاها. ملي كملنا لا كريم دهنا لوجه غنديروا داك ليفي ديال تاع لابيش. بعد ما كملنا الشوكولا كنديروا داك ليفي ديال الثلج، وهذوك الشوكولا كيجي بحال اللحاء ديال الشجر. راه كلشي كيعرف الغابه بان تيكون ديك الشجره تتلوح داك الغشه ديالها هو هذا. هذه هي الحله النهائيه ديال لابيش ديالنا، كنتمناكم تجربوها وبالصحه والراحه وسنه سعيده وكل عام وانتم بالف خير.